أهلا بكم، متواصلون مع رصد إنجازات لاعبي الملاكمة خارجيا، حيث توج البطل الملاكمة زياد عشيش بأول ذهبية للمنتخب الوطني في بطولة الحزام الذهبي للملاكمة بعد أن فاز على لاعب منتخب الكونغو بخمسة نقاط مقابل لا شيء. مدرب الملاكمة أيمن النادي نشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك فيديو لتتويج عشيش وكتب: البطل الأردني زياد عشيش حالة منفردة تفوقت على قطبي العالم من أبطال كوبا وروسيا بكل ثقة واقتدار وفاز بالذهب. كما وهنأت اللجنة الأولمبية الأردنية زياد بنشرها صورة له عبر حسابها الرسمي بالإنستغرام وكتبت: إنجاز جديد يضيفه زياد عشيش إلى مسيرته الكبيرة. وفي نفس البطولة حصل لاعبنا عبادة الكسبة على الميدالية البرونزية، حيث عبر عن سعادته بصورة نشرها على صفحة الرسمية بالفيسبوك وكتب: الحمد لله رب العالمين، بعد الانقطاع بسبب الإصابة حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة الحزام الذهبي في مراكش، والقادم أفضل بإذن الله. كما حصل اللاعب محمد أبو جاجة على برونزية في ذات البطولة، وهنأته اللجنة الأولمبية الأردنية عبر صفحتها الرسمية بالإنستغرام وكتبت: لاعب المنتخب الوطني محمد أبو جاجة يواصل التألق والإبداع. من الملاكمة إلى عالم التايكواندو، حيث اللاعبة الشابة بانا القيسي التي حصدت الذهبية في البطولة العربية للتايكواندو التي أقيمت في الإمارات. هذا وتم اختيار لاعبنا أحمد أبو السعود كأفضل لاعب عربي لعام 2022 للجائزة الثقافية الرياضية العربية من قبل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية. وعبر أحمد عن سعادته بهذا التكريم بصورة نشرها على الإنستغرام وكتب: الحمد لله حتى يرضى. نتوجه إلى نجمات منتخبنا الوطني في الدوري السعودي، وبعد تتويج نادي النصر في الدوري عبرت النجمة ميساء إجبارة عن فرحتها بالفوز بكأس الدوري بنشر صورة لها تحمل الكأس على صفحتها الرسمية بالإنستغرام وكتبت: قصة أخرى تروى، تاريخ آخر سيكتب، أبطال الموسم. نشاهد معا فيديو للاحتفال. أما لاعبة نادي الاتحاد السعودي الأردنية المتميزة شاهناز جبرين نشرت عبر صفحتها بالإنستغرام صورة لها وكتبت: لم يكن الموسم الذي نتمناه، لكننا استمرينا في القتال حتى النهاية كوحدة واحدة، سنعمل بجد ونعود أقوى. نذهب إلى البحرين، حيث تعاقد نادي الرفاع الشرقي البحريني مع الكابتن إبراهيم حلمي لقيادة الفريق الأول في الفترة المقبلة. ننتقل إلى الكويت ونجمنا محمود مرضي الذي احتفل بتسجيله لهدفه في المباراة والفوز على نادي النصر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد بصورة نشرها على صفحته الرسمية بالإنستغرام وكتب: الحمد لله دائما وأبدا. أما لاعبنا المخضرم مهند خير الله فعبر عن سعادته بفوزه مع العين السعودي على أحد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بصورة نشرها مع زملائه الأردنيين عبدالله فاخوري ومجد العطار على صفحته الرسمية بالإنستغرام وكتب: الحمد لله. وأخيرا احتفل لاعبنا خالد الدردور بفوزه مع نادي الديوانية العراقي على نادي القاسم بهدف مقابل لا شيء بصورة نشرها على صفحته الرسمية بالإنستغرام وكتب: الحمد لله والشكر لله، فوز مهم. إلى هنا تنتهي فقرة السوشيال ميديا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.